ومن إبداع كويتي إلى إبداع كويتي، ورجعنا نتواصل معاكم في شباب قول وفعل. لما يقولون المهندس، المهندس يهندس، he manufactures شيء جديد، يخلق شيء من العدم. لذلك عندنا اثنين، أنا دائما يقولون ladies first، فبخلي أختي أنوار هي اللي ترحب فيهم، لكن اثنين مميزين جدا هندسوا وتهندسوا وصلوا لكراسي شباب قول وفعل. صحيح، ومثل ما ذكر هاشم، ناس لهم بصمتهم أكيد، وعندهم أكيد موضوع معين راح نتكلم عنه اليوم مع ضيفتنا المهندسة زينب القراشي، رئيس مهندسون بلا حدود، طبعا الجهة المنظمة لمؤتمر قرار 2015. حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. حياك الله. وأيضا المهندس عبد الله الناجم، مقرر لجنة التسويق للمؤتمر، حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. من بعد ما حيت اختي انوار ومن بعد ما انتوا عطرتوا الاستديو بوجودكم، خلونا نقول ليديز فيرست ولا نروح عندك يا اخوي؟ لا ليديز فيرست اكيد. من فيك اكبر؟ انا اكبر للاسف. لازم ما اقول كنا الكبر على قولتهم كبر الوجه، لكن الجمال جمال الروح، القلب خضر. اقول لك يا اخوك، شنو هو مؤتمر قرار 2015 وسبب تسميته بهذا الاسم؟ اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر تلفزيون الكويت على الاستضافة، يعطيكم العافية. جبرك. مؤتمر قرار هو أول مؤتمر حق مهندسون بلا حدود الكويت. بعطيك بس أول شيء مقدمة صغيرة على مهندسون بلا حدود. أنتوا اللي سويتوا القبعة العودة؟ لا، القبعة العودة كانت في جمعية المهندسين. مهندسون بلا حدود هي نتورك، انترناشنال نتورك، موجودة في 64 دولة حول العالم. من حوالي سنتين تقريبا فتحنا برانش الكويت. مهندسون بلا حدود هي منظمة إنسانية تقدم مساعدات، المساعدات هذه هندسية، تتخصص أكثر شيء في توصيل ماي، شلترز وكهرباء حق القرى الفقيرة داخل الكويت. هم نفس الشيء، نحاول نخلي مشاريعنا أكثر هندسية، حلول هندسية. عندنا إن شاء الله المؤتمر هذا راح يكون 30/8، اسمه قرار، هو موجه حق الشباب بشكل عام، مهندسين وغير مهندسين، طلبة الجامعة زائد حديثين التخرج، وهم حديثين تعيين اللي ما مر على تعيينهم أكثر من 7 سنين. يوجههم حق الأوبشنز مالت الكارير، وين ممكن الواحد يتوظف، يتوظف قطاع خاص، قطاع حكومي، كذلك دخلنا المشروعات الصغيرة، وهم ناقشنا ثقافة العمل بشكل عام في الكويت. خليني انتقل معك عبد الله، خلينا نتكلم عن الهدف من إقامة هذا المؤتمر. يعني يمكن خذينا نبذة بسيطة عن إقامة المؤتمر، وين الواحد يلاقي مهنته او شلون يقبل على وظيفته بعد التخرج او اذا كان حديث التوظيف. خلينا نتكلم عن الأهداف الأخرى لإقامة هذا المؤتمر. اول هدف طبعا الطالب اول ما يتخرج من الجامعة او من مكان ثاني بيحدد مصيره الوظيفي، هل هو بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص. من اسم المؤتمر اسم قرار، فانت تحدد قرارك وين بتوظف، وين يكون مستقبلك الوظيفي، هل بالقطاع الحكومي، قطاع النفطي، قطاع الخاص او اي مكان ثاني. فهني يحدد قرار الشخص وين بتوظف، وين الجهه المعينه اللي هو تناسب شغله، نفس الشيء طريقته بالعمل، شلون سلوكه مع الموظفين ومع المسؤول، وشلون طبيعه العمل، وشنو واجباته، وشنو حقوقه على الجهه اللي يشتغل فيها. بالضبط يعرف مميزات القطاع الحكومي ومميزات القطاع الخاص، نفس الشيء ممكن يعرف العيوب. وهني بالضبط الهدف منه يحدد شنو مستقبل وجهته المستقبلية بالوظيفة. حلو، تكلمنا عن قولي اللي كنت بقوله لك، في شغلة ان احنا عندنا ناس يقررون بعد ما يتوظفون مثلا او بعد ما يتخرجون يقول انا بروح القطاع الحكومي اضمن معاش وبعدين اروح حق وظيفة ثانية تكون يعني بارت تايم. حلو، فوق هذا وذاك يقول اقعد والله ودام 11 ولا 12، هذه بطاله مقنعه، وعلى فكره راتبك مو حلال. صحيح، وللاسف الموضوع مو موضوع الحين الوظيفه وموضوع فلوس، موضوعك انت شلون تبتعطي في هذا المكان. هذه القناعه الذاتيه عند الانسان لما هو بيعطي ويبي يروح وظيفه، هل هي الهدف منها فلوس؟ الفلوس ترى موجوده في كل مكان، ولكن شلون الهدف انك انت بالفعل تعطي من قلبك وتروحك شيء تحبه وتبدع فيه، موضوع مو وظيفه وبس. انا اتصور لو انت كنت في ايام الاغريق واليونانيين كنت راح تمسحين اسطوره افلاطون، هو كان الفن عنده يعني محرم، لكن هي لا اله الا الله عليها رائعه في الثقافه، وضيوفنا اروع. برجع حق اخوي عبد الله وابي اساله، يحدد مصيره، يحدد قراره، يقول وين ابي اتوظف، يختار المكان اللي هو يبيه، لكن في ظل العروبه اللي احنا نعيشها تلقى كل واحد يتوظف الوظيفه اللي هو يبيها. والله صراحه لا، يعتمد هو شطارته وين يقدر يقرر، او يقدر هل هو بيتوظف يبي المعاش، ولا يبي يبدع بالشغله، ولا يبيها كخبره،
كبير كم بالمستقبل وين يوصل وين أي مركز يكون. هني يعتمد كل واحد شنو نيته تصير. صحيح. هل هو يهتم بالمادة والمعنوي وكخبرة. حلو. هني واحد وطبيعته بالشغل. خليني انتقل معك مهندسة زينب، خلينا نتكلم عن محاور مؤتمر قرار. يعني هذا المؤتمر فكرته من اسمه قرار، شلون انت راح تكون قرارك وشلون راح تختار مصيرك، نبي نعرف هذه المحاور وفترة المؤتمر. تمام. طبعا هو المؤتمر 30/8 ان شاء الله، 30/31/8/19 برعاية من معالي سمو رئيس مجلس الوزراء، وراح تمثل ان شاء الله في الافتتاح استاذة هند الصبيح وزير التخطيط ووزير الشؤون. يمكن تكلمتوا توا عن شنو الواحد يبي من وظيفة. صحيح. المعاش او الخبرة. اول محور واهم محور اللي هو ثقافة العمل. في حكي قبل فترة طلع ان انتاجية الكويتي في الحكومة 20 دقيقة في اليوم. اتمنى ما يكون هالكلام يعني صحيح لانه يضايق صراحة. فركزنا شوي على محور ثقافة العمل. وايد وايد الكل يتكلم هم عن خلينا نقول كوادر، البدلات، انا بروح اتوظف هالمكان عشان البدلات، عشان الاضافي. صحيح. عشان قاعد يعني نحاول نشرح في محور ثقافة العمل أنا شنو حقوق الوظيفة هذه علي، شنو واجباتي، وشلون أوازن بين البدلات هذه والكوادر وإنتاجيتي في العمل. صحيح. علشان موضوع العشرين دقيقة في اليوم إنتاجية، وهم علاقة المسؤولين مع الموظفين، علاقتهم في بعض، الورك انفايرمنت، العمل الجماعي، هذه كلها تغطى إن شاء الله في المحور الأول اللي هو ثقافة العمل. المحور الثاني اللي هو قرارات، قاعد نعطي أمثلة من مهنيين في مختلف المجالات، مو بس المهندسين، احنا ركزنا على المهندسين والمحاسبين والأطباء والمحامين، يبنى أمثلة من الواقع، مهندس يداوم في الحكومة وفي الخاص، يقعدون مع بعض في مناظرة، وراح يحاورهم إن شاء الله أستاذ محمد جوهر حياة، هو راح يكون المودريتر في الأيام هذه، نفس الشيء الطبيب، نفس الشيء المحامي. فالسيشنز هذه ثاني يوم مكثفة عشان الشاب اللي قاعد سواء هو من أي باكراوند راح يكون، طالب محاسبة ولا حقوق ولا غيره، قاعد يشوف قدامه مثال نموذج شخص شغال في الحكومة، شخص شغال في الخاص، وبالتالي يوصل حق القرار. دخلنا عليه هم المشاريع الصغيرة، معنا بداية ما يعني ما كنا مركزين عليه، لأن أنت يمكن شايفين تول الترند الحين ما شاء الله في الكويت الكل يتكلم في المشاريع الصغيرة، الكل انتربرنور، سمول بيزنس، سمول بيزنسز قاعدين نشوف، وبالعكس هذا طبعا شيء وايد زين، بس احنا حرك الماني سايكل بطريقة جميلة بالضبط. إيجابية. احنا بس احنا مو متخصصين فيه، بس اضطرينا نحطه لأنه هم هو بارت اوف ذا كارير، هو هم بارت من القرار. آخر محور إن شاء الله معانا اللي هو الارتقاء الوظيفي وتنمية الذات. الحين أنا هم أوكي توظفت، تعلمت عن ثقافة العمل، اخترت الاختيار الصحيح، داخل وظيفتي أنا شلون لازم أطور من نفسي؟ هل أقعد وأنطر على سنين الخبرة وأترقى؟ صحيح. ولا شنو راح أسوي؟ في ناس ما تترقى. صحيح. وموضوع أنك تطور نفسك مو بس لما تطور نفسك فقط بس عشان أنا أصير، لا، شلون تطور عملك؟ في ناس يمكن هاشم تتفق معي، في إدارة معينة أو في شركة معينة أو في مكان معين تلاقي هو بسبب شغفه في عمله يكون هو يطور المكان كله، ما يطور. صحيح. نفسه وبس. فأنت قلت شغف وقلنا خلاق وتطوير للعمل، برجع للأستاذة زينب وأبي أقول سؤال شخصي، وأنا أعتذر إن كان شخصي، لكن يعني أحب أعرف رأيك على الهواء. أنت مع الناس اللي يشتغلون وظيفة تدر عليهم راحة وفلوس، ولا مع الناس اللي يتبعون شغفهم ويطيحون مرة ومرتين وثلاث لما يصيرون أجمل نجمة بالسماء؟ صراحة أنا مع الناس اللي يسوي اللي هو يؤمن فيه. الله. إذا هو هامته المادة ويبي يعني يحس إنه، طبعا كلنا تهمنا المادة أكيد أكيد، هذا شيء يعني إحنا ما راح أقول بالضبط لما تنزل بالحساب وشي وكريديتد بالشيء الفلاني روح. مو غلط، صح. فالمهم ان انا اسوي شيء مو لان الناس قاعد تشوفه واو كول وناسه، لا، اسوي الشيء اللي انا مؤمن، عشان انا اقوم من النوم انا عارف انا شنو ابي. انا والله بعد كم سنه بيجمع مبلغ معين، بشتري بيت، والله اروح مكان اجمع فيه فلوس، انا قاعد، لا، انا ببني نفسي اكاديميا، انا حاب يكون عندي. فبالاخير احس لازم يسوي الشيء اللي يتماشى مع اهدافه، مو على البركه. الوالد قال امسك وظيفه فيها امان، اخذها معي للقبر، رحت تعبنا، ربعي قالوا هذه الهبه، صح إيه؟ ولا لا استاذ زينب واستاذ عبد الله، تعبنا من سالفه تخلك يم الحيط، متى اكون ثائر على مجتمعي بايجابيه، يعني ابتكر وابدع في شغلات جديده واروح ورا شغفي والشيء اللي احبه. طبعا هي وتكون انت الليدر، يعني في مثل هذه الامور لابد انك انت تحاول تكون انت قائد لمجموعه، مو بالضروره انت تشوف منو ما مشى في طريق انت تروح وراه، لا، خليك انت قائد وابتكر انت طريق عشان الناس هي تقلدك وتروح معك في سبيل التطوير، طبعا مو في سبيل التقليد فقط. خلينا نرجع معك عبد الله، مهندس عبد الله، على موضوع القائمين والمنظمين لمؤتمر قرار 2015، منو الجهات المسؤوله عن هذا المؤتمر او اللي ترعاه؟ طبعا التنظيم هو يكون تنظيم من منظمه مهندسون بلا حدود. نعم.
الراعين هو الدعم من مؤسسة التقدم العلمي، ورعاة المشاركة هو شركة أولى للوقود وصندوق صندوق التنمية وجمعية المهندسين الكويتية ودورات دوت كوم. وإذا في شركة ناقصة كاني شركة كاني شركة كاني. يمكن قاعدين نشوف أيضا في التو بوكس عندنا شغلات متعلقة بمؤتمر قرار، فشو تقولي لنا عن هالأشياء هذه سادة زينب؟ اللوحة اللي قاعد تشوفها هي قاعد تعرض محاور المؤتمر. حلو. ما أدري عادة إحنا عطيناكم بعد السبيكرز ولا لا، تقريبا عندنا توتال 15 سبيكر على مدى 3 أيام. عندنا الشيخ محمد العبدالله المبارك راح يكون متحدث إن شاء الله رئيسي بالافتتاح، كونه قيادي شاب. يعني بالعودة لك مهندس عبدالله، خلينا نتكلم عن المؤتمر، متى راح يقام كتاريخ، وين الجهة اللي راح يكون فيها المؤتمر موجود على مدى 3 أيام؟ التاريخ إن شاء الله يكون 30/31/8/1/9، راح يكون في فندق قاعة الجهرة، فندق جي دبليو ماريوت، وراح يبدي إن شاء الله اللي آخر الشهر قلنا مثل 30/31/9. التنظيم نفسه ما قلت تنظيم مهندس ومن الحدود، والتنسيق إن شاء الله، وعندنا تسويق راح يكون تسجيل يا عن طريق دورات دوت كوم أو عن طريق مكتبنا برج الخرافي. عندنا إن شاء الله راح عندنا بوث بجامعة الأمريكية بتاريخ 16/8، عندنا تاريخ من 20/8 ل 25/8 بالأفنيوز. فعندكم عندهم الأماكن هذه ممكن يسجلون فيها، فاللي يحب يسجل أكيد إحنا راح نحط أي جهة تواصل إذا كان معانا، إذا عطيتونا شيء أكاونت في الانستغرام. إحنا طماعين، لا تقول لي مثقفين وأنيس منصور وكتب، أنا طماع. نبي تغطية حصرية أستاذة زينب وأستاذ عبد الله، تغطية حصرية لأن ننزل لكم أخينا عزيزان عزيز الطاهر يعطيكم كم جولة وصولة في المكان وكم جملة جميلة ويحاوركم وناخذ الشيء حصري. قولوا لنا تم وعد. تم من قبل لا تقول. أنا كنت خايف إن أوهقهم بس للأمانة يعني شفتوا على الهواء التعاون كان جميل جدا. نعم، فإحنا بالفعل نتمنى أن بعد محطة شباب قالوا فعل تكون قائد للأشخاص اللي مضيعين طريقهم في شيء. يعني إحنا وايد الطلبة يهمونا مثل هذا الموضوع، جدا مهم اليوم أنك أنت عارف في جهة معتنية فيك أو مهتمة لأمرك، مو كل شخص في اليوم قاعد يقعد محتار ويقول أنا وين بلاقي وظيفتي أو أنا شلون بقرر. في وايد ناس تحتار حتى في موضوع الدراسة، كل يوم مغير تخصص، لا اليوم في ناس مهتمة فيك، مهتمة تعلمك شلون تروح حق هذا الطريق، وين تروح، وين تشتغل، شنو تسوي، شلون يصير عندك ثقافة جديدة في فكرة العمل. بالعودة معك مهندسة زينب، نبي نتكلم عن المعرض اللي موجود في المؤتمر، هل راح يكون المعرض لموضوعات معينة أو يدعم فئة معينة؟ في معرض صغير ما ادري اسميه معرض، بس هو مصاحب يعني على هامش اي، بس راح يكونون فيه ان شاء الله بوتات حق الرعاة على اساس هم ما قصروا معانا صراحه، ففرصه لهم ان هم يعرضون هم ايش قاعد يسوون، وهم لهم علاقه في يعني في الثيم. يعني انا عندي مثلا مؤسسه كويت التقدم العلمي، يعني ما يقصرون صراحه، المؤسسه دائما تدعمنا جدا رائعه يعني. فلهم بوث ان شاء الله اكبر بوث راح يكون لهم مؤسسه كويت التقدم العلمي، صندوق التنميه يسوون هم دورات حق انا قاعد اشوف التخرج. ممكن اخذ منك شوي؟ اي نعم، هذا هو البروشور مالكم دورات دوت كوم، راعي تسويقي، وترى على فكره هو يعني بدا كمشروع صغير، استاذ محمد السريع راعي حصري لنا كتسويق، تسجيلنا كله اونلاين عن طريق دورات دوت كوم. كاني أولى الوقود، بروشوراتنا أمس توزعت في محطات الوقود، فيعني المعرض بس راح يخدم السبونسرز. نعم، تعريف على تعريف بالسبونسرز، يعني ما راح يكون في فعاليات مصاحبة سوى هذا المعرض. خلينا نرجع معك مهندس عبد الله، منو الناس اللي راح يكونون موجودين في هذه في هذا المؤتمر، الناس اللي راح يكونون ينقلون هذه التجربة أو يعطون إرشادات حق الأشخاص أو المنضمين للمؤتمر؟ طبعا عندنا غير المسجلين والطلبة والموظفين الموجودين هم المسجلين بالمؤتمر، عندنا السبيكرز اللي راح يكونون تقريبا موجودين بثلاث ايام هذه، عندنا مثل ما قال 15 واحد ما اقدر اعددهم كلهم، مقسمين على ثلاث ايام، مقسمين على طبعا على ثلاث ايام، غير متحدث رئيسي هو الشيخ عبد الله، وعندك طبعا رئيستنا زينب بتكون موجودة،
وهذول تقريبا 15 ما اقدر اخاف اضيع بينهم. وايد حلو موضوع ان يعني اخترتوا فكره جميله للمؤتمر ان اليوم تحطون شخص من قطاع وشخص اخر من قطاع ثاني وتصير بينهم المناظره. موضوع المفاضله هذا بين الموضوعين بالنسبه حق الشخص واهدافه اليوم كطالب او خريج او حتى شخص مثل ما ذكرتي يعني جديد في مجال العمل، شلون انت تفاضل مثل ما قالت حسب اهدافك تختار مكان وظيفتك. ونفس الوقت لما تختار مكان وظيفتك نقي المكان اللي فيه خلونا نقول مبدأ تكافؤ للفرص، المكان اللي يدعم إبداعك، المكان اللي ينظف جناحك، المكان مو اللي قصه ويكسره ويلوي لك ذراع، المكان اللي أنت ترتاح فيه. أحب وظيفتي ولكن إيش راح تردين أستاذة زينب؟ هذا المحور حطيته صراحة عقب ما رديت من سفرة، سفرة كانت حق الولايات المتحدة، طلعت مع السفارة الأمريكية، أوكي جاتني دعوة منهم. شفت إن برا الشركات الكبيرة زرنا احنا انتل، شفت ان الشركات الكبيره الليدرز اللي فيها او خلينا نقول شباب المبدعين ما قاعد يقعد بوظيفته اكثر من سنتين ثلاثه، يدورون داخل سوابينج على طول. يقول لك اذا انا قعدت اكثر من 6 سنين خلاص ام فريز. ما غلط هالشيء، احنا ما عندنا هالشيء، احنا عندنا كل واحد قاعد بمكانه للتقاعد. سمعوا الحق والمنطوق الحقيقي سمعوا. فهذا الشيء لازم نغيره، يعني حتى لو انا مبدعه خلينا نقول في مكاني في قسمي، مو غلط اني انا اتنقل اتعلم انا خبرات جديده وهم احرك الدمي احد غيري قدم شيء انا ما قدمته. فاحنا ودنا صراحه هالشيء يصير عندنا. بس يعني مثل ما ذكرتي احنا عندنا ثقافه العمل، ثقافه العمل مو بس انا شلون اكون مخلص واعرف حقوقي وواجباتي تجاه وظيفه، لا ثقافه العمل اصلا شلون انا ابدع وشلون اتعاون، لان العمل عمره وحياته ما يكون شخص واحد، لا لازم نسوي تيم وورك كلنا لما ندش مكان سواء كان حكومي او خاص. وايد ناس يمكن اليوم تتهم الوظيفه الحكوميه تقول لا مثل ما قال زميلي هاشم يقصقصون جناحاتنا وما يخلونا نكمل، لا في القطاع الخاص كذي. انت خليك مؤمن ان في اي مكان تروح الخاص في اماكن فيه؟ تكون مفرمه، مو يقصقصون لا مفرمه يعني انه خلاص، بس بعض الاماكن ولا يهونون الاماكن الزينه والايجابيه، لكن احنا نقول مجازا لان السلبي موجود والايجابي موجود. يكون الشخص نفسه مؤمن ان انا اليوم بشتغل سواء باي وظيفه كانت وفي اي قطاع كان، ان انا قاعد اشتغل مع زملائي وربعي والهدف هو التطوير والهدف هو العمل والمصلحه العامه فقط. بعدين اكيد وراء المصلحه العامه راح يجيك مردود المادي مثل ما ذكرنا واللي هو شيء وايد مهم عند الكل. اكيد انا الامانه عجبني هدوء استاذ عبد الله الناجم، وعجبتني جرأة يعني والثقافة المستحدثة الحديثة مالت أختي زينب القراشي. أستاذة زينب تفضل، شوف الدنيا بعيونك ولا تشوفينها بعين أحد ثاني. إذا طبقناها بالكويت شو راح يصير؟ راح نلقى مشكلة. نحن أوريدي عندنا يعني كل ما نجيب طاري قرار والوظائف وهذا يقولون تحلوا المشاكل أول، ندري إن في مشاكل، سوينا مؤتمرات على المشاكل، قلنا ان ما في ربط بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل، قلنا ماكو توصيف حق التخصصات، وايد شغلات. بس ليه متى نتكلم بالسلبي؟ همنا بنتكلم بالايجابي. صحيح. ما نبي نحبط الشباب، يعني احنا اول ما نزلنا على السوشيال ميديا دشوا وش كثر كومنتس، خلي وفروا لي وظيفه، صار لي بالديوان ما ادري ايش كثر. صح. مسكناهم شخص شخص ترى، قلنا انت لك دعوه مجانيه، تعال. امور بيروقراطيه تحصل في اي دوله يمكن. إيه. بس مو دائما نركز على السلبي. السلبي اوكي، في ناس هم قاعد تتكلم فيه، قاعد تسوي فيه دراسات، قاعد تطلع فيه توصيات. احنا منتدى مبادرات مع جمعيه المهندسين كان طلعنا تكلمنا عن احتياج سوق العمل وربطه في مخرجات التعليم. اوكي احنا الحين قاعد نمسك الجانب الثاني، قاعد اكلم الشباب ما يخالف في سلبيات، بس احنا خلينا نعرف شنو نبي. مهندس عبد الله خلينا نتكلم عن الاقبال، يعني انتم ما شاء الله بلشتوا الحين تعلنون عن موضوع المؤتمر، ايش راي ايش كثر تشوفون انه في اقبال على مثل هذه المؤتمرات اللي تقيمونها اليوم في مهندسون بلا حدود علشان تستقطبون هذه الشريحه المهمه جدا في المجتمع وتعلمونها هذه الثقافه الجديده؟ لا الحمد لله الاقبال حلو لان شاف المؤتمر وايد يفيدهم، خصوصا عندنا سكشن حق بس الوزارات، دعوات من الوزارات نفسها انه يبون موظفينهم بالمؤتمر، غير عندنا النص الثاني والتسجيل. نعم. لو عن طريقنا او طريق موقع الدورات او البوثات اللي راح ننزلها. شو طريقه تسجيل احتياجاتكم، الفئات العمريه، خلينا نتكلم حتى اذا كان في يعني رسوم عفوا للتسجيل. وفي رسوم حق التسجيل، بس الفئات العمريه هو يا طلبه الجامعه وطلبه الكليات، وعندك حديثي التخرج وحديثي التعيين والموظفين اللي ما تجاوزوا 7 سنين خبره. ما كنت اجي مثل ما قلنا موقع دورات
أو عن طريق مكتبنا بالبرج الخرافي، أو عندنا الحين بوث إن شاء الله بجامعة أمريكية، عندنا بوث بالأفنيوز تاريخ 25/8 من 20/8 ل 25/8، عندهم هالأماكن هم يقدرون يسجلون فيها، والإقبال الحمد لله للحين إقبال جيد إن شاء الله. حلو. بالدقائق الأخيرة ومن خلال الأمنيات الجميلة اللي نتمناها، أنا أعتذر يمكن صحتي اليوم مو بالسليم، لكن مستمتع في تقديم هذه الحلقة ومستمتع بضيوفي. المحور الأول ثقافة العمل. أنا توني موظف جديد جاي، درست طول حياتي، درستي كالكولوس، درستي هايدروليك، درستي إيروداينامكس، درستي ودرستي ودرستي، ما شاء الله كلنا صرنا موسوعات كذي، كل واحد صار موسوعة، ودش أنت يا غمار العمل، عشان أي شخص ينزه ولا يقط عليه كلمة ولا يستفزه، طول هالسنين إحنا درسنا، ليش ما درستونا كوميونيكيشن سكيلز، ثقافة تعامل مع الآخرين، ثقافة اتصال، لما أنت تكونين زميلة متزوجة وأنا رجل أعزب لكن نتجاور في المكاتب، شلون يتم التواصل بيننا؟ شنو الثقافة اللي يفترض أنها تبث مو بس بمجتمعنا، في هذه المجتمعات العربية، عشان ترقى في ثقافيات وسلوك العمل. حلو. طبعا في شغلات نتعلمها في البيت أكيد، المدرسة الأولى، في شغلات الدنيا تحكنا ونتعلمها. اليوم يوم قلت شي ذكرتني، اليوم أنا كنت قاعدة أمشي بالوزارة، أنا موظفة في الوزارة، فكنت أبي معاملة. وزارتنا؟ لا، وزارة الكهرباء والماء. حلو. نعم. فكنت أبي معاملة، فشفت يعني شفت الموظفة وكذي، أعطيتها رج وايد زين. تذكرت بعدين قبل كم سنة كنت رايحة مع والدي، شفت إنه أبوي ليش وايد يعني قاعد يتكلم برج وايد زين، هذا شغله لازم يسوي شغله وخلاص. بعدين كان استوعبت انه لا، اذا ابي شغلي يمشي خلص لازم اتكلم بريج زين، لان الانسان هذا مهما كان يمكن قبلي كان في موظف مكلمه مو زين، كان في مراجع، فتعلمت لما كنت اصغر شوي كنت اقول هذا شغله خلي مشيه وبس يعني، فاهم؟ بس لما كبرت شوي وشفت حواليني واشتغلت وقمت انا استقبل مراجعين، شفت انه لا، كل شخص في الوظيفه عنده ضغوط، عنده تعامل مع جمهور، تعامل مع مسؤولين، فرقت معي، قمت انا استخدم نفس الطريقه. في ناس عندهم نقص بيطلع فيه هو على اللي حوالينا، سواء كانوا نساء او خلينا نقول رجال. طبعا حتى اذا كانت هذه حقوق، ان انت من حقك ان هذا الموظف اليوم يخدمك، مو معناته ان انت من حقك اصلا ان انت تنزره او تتعامل معاه باسلوب غير حضاري، لان الحضاره في كل الاشياء، حتى اذا انت منصبك اعلى ترى يحق له انه يقاضيك على اخلاقك. صحيح. على تعاملك، على سوء التعامل. هذا الشخص ايضا قاعد يسوي واجب، بغض النظر حتى لو كان هذا الواجب حقك انت موجود، هو عشان يخدم كل الناس، بالنهايه هذه الوظيفه اللي هو فيها ايضا هو قاعد يقدمها في مجتمعه، قاعد يقدمها في وطنه، في دولته، انت شلون تعكس ثقافه بيتكم، شلون تعكس ثقافتك الشخصيه، شلون تعكس اخلاقك، وشلون تعكس هذه الحضاره. انت اذا شخص مو متحضر راح تعتقد انه فقط انا باخذ حقي باي طريقه كانت، لا، اخذ حقك وانت مهذب. لابد ان نتعلم هذا الموضوع بشكل اكبر، احنا للاسف قاعد نشوف وايد اشياء يمكن سيئه جدا في نتمنى لها التعديل. اكيد انت فيلسوفه جميله وانت استاذتي الرائعه، لكن ممكن اسوي كونكلوجن حق الكلام اللي انت سويتيه؟ اكيد. بعجاله. الكونكلوجن يقول من خلال الكلام الرائع والجميل اللي قالته المخرج، كلمني وطارت الفكره من بالي، لكن الكونكلوجن يقول بما معناه، التايم انتهى، مو مشكله، اتس اوكي. احنا اللي نبي نقوله، كل اللي قالته انا ابي اختمه او ابي اختصره بشغله، انا رب العالمين زرع عند كل شخص شغلة مختلفة عن الشخص الآخر، تقبلني كما أنا عشان نرتقي كلنا، نصير حصن حصين لهذا البلد الجميل، ما نصير خلونا نقول كل واحد عايش في شريعة غاب. صحيح. وحارب الناس اللي حوالينا، وما نصير من الناس اللي بيعيشون زمنهم وزمن غيرهم. الكرسي الخضر كرسي حلاق، الواحد يقعد عليه ويقوم منه. حق أي شخص يتعرض لأبنائنا، أنا آسف زين أبو عبد الله بس أخوكم ممن عليكم ومذيع لساني طويل شوي، إنزين، حق أي شخص يتعرض لهؤلاء الجميلين، لهؤلاء الرائعين، لهذه الثقافة اللي أقف لها إجلالا وتقديرا واحتراما للمرة الثالثة، أقول لك ككويتيين صار ودك تلعبه حرف الجزيل، كل ما تمسك قلم أغدى هزيل، وإحنا وقت الهلوسة وزني ثقيل، طرف صبعي يلعب وعيا يميل، ما هو تعليم ومدارس هذا تمييز الشيوخ، ولا تدري شلون اوقع، انت انسان حسود اعتيادي، واحنا كلنا رجال مطنوخ.
لسانك هاشم. واكيد كذا شكر لضيوفنا وجودهم معنا اليوم في برنامج شباب قول وفعل، بما ان وقتنا انتهى في حلقتنا لهذا اليوم. مشكوره مهندسه زينب على وجودك معنا في برنامج شباب قول وفعل. مشكورين على الاستضافه، حياك الله. وايضا مشكور مهندس عبد الله على وجودك معنا في برنامج شباب قول وفعل، نورتونا. اكيد احنا كذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شباب قول وفعل. اللي يحب يتواصل معنا اكيد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عندنا على شباب كيو 8 تي في، واللي يحب يشوف حلقاتنا ايضا على قناتنا في اليوتيوب. تذكرت رفقا باثنين اربونا بس. كذي احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. اكيد راح اخلي الختام مع زميلي الجميل والرائع هاشم. انا طبعا اخيتي قطت علي الباص الجميل هذا. انا اليوم كنت في قمه الاستمتاع، الاستاذ حسين المعراج عطانا جايد لاينز وعطانا امور جميله نمشي عليها، لكن تشرفت بالانسانه، الانسانه هذه غلط خلينا نقول البلاغه النحويه وبالنحو، الانسانه الرائعه الاستاذه زينب القراشي، وبالانسانه الرائعه الهادئ ما شاء الله عليه الاستاذ عبد الله الناجم. انا لما اشوف كويتيين كذي ادري ان البلد بخير، ولازلنا بخير، وكنا بخير، مستقبل البلد بخير. نقول لهم مع السلامه في امان الله.